الثقافة ننتقل إلى الصوم، حيث يبدأ اليوم بأوكرانيا يوم الصيام الأكبر عند المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك، حيث يمتد لأربعين يوما، ويمنع خلال هذه الفترة على الصائمين تناول اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والسمك. يستثنى فقط الأطفال والنساء الحوامل والمرضى. ولكن الأهم من ذلك ليست القيود المفروضة على تناول الطعام، بل أداء الشعائر التي يكثر فيها الإنسان من الصلاة والتقرب إلى الله ويبتعد عن السلوكيات الخاطئة. بعد انقضاء فترة الصيام يحتفل بعيد الفصح، والذي سيكون في 16 من أبريل لمسيحي الشرق والغرب.